لنا شكل مختلف، لكن أنا عندي قناعة بأن الدفاع متى ما كان مستقر الميدان. كنا نتحدث محمد بشكل سريع عن أنه الميركاتو الشتوي والانتداب، وسواء مع كوتينيو تشامبرلين لا، هيبقى فيه خماسي هجومي قادر على التنويع والتهديف من مختلف الأسلحة، سواء عرضيات سواء بينيات سواء تسديد. فأعتقادي أنه لا، ليفربول مش محتاج. الاحتياطيين ليس أكثر من 70% طبعا، لكن خلى مفاتيح اللعب موجود. المداورة مباراة ليس سهلة بالنسبة له، مباراة صعبة بكل تأكيد. أهم شيء أنه هو يظهر بمباراة السابقة، ثلاث مباريات السابقة كان احتياطي وما كانش بيعمل الإضافة، فأول مباراة بالبداية بالنسبة لي أعتقد فرصة بالنسبة له لإثبات وجوده. شكرا للزميل جهاد يوسف، التي صاحبة الفوز باللقب الأول والمفاجأة الكبيرة لستر عند الدقيقة الرابعة على بداية المباراة. الضربة الركنية لعبت، ولكن في الضربات الركنية لعب قوي البني، وصلت إلى لاعب خطير جدا كوتينيو، التحول ممكن ولكن التسديد تصد، التحول بعد ذلك بهذا الشكل الخطير. الكرة وصلت الآن إلى روبرتسون، التحول ولكنها تمر إلى والمتقدم أمامك روبرتسون، حولها ينقلها إلى الأمام، الرأسية حاضرة والمطالبة والكرة تحول، ولكن ليستر عند ضربتين ركنيتين ليستر، ولحظة لاعب المتقدم في هذه ويليام شكسبير، كرة خطيرة يخرج حارس المرمى وورد إلى خارج مدينة ليفربول، والفريق لديه محاولة أخرى، السقوط على أرضية الملعب، حكم المباراة يتابع. كوتينيو يتلاعب ويتقدم ويسدد، لكن المبلغ زاد، المبلغ زاد. من يسجل الهدف الأول؟ الكرة اصطدت لابد وأنها تنتهي بفوز أحد الفريقين. كوتينيو يسد خط الوسط الأسمراني العائد، الضربة الركنية لعبت عالية، لعب طويل القائمة من ليفربول. كوتينيو وصلت إلى فاينالدوم، يمكن ليفربول يسجل جول الأول، التسديد مباشرة من اليمنى، وهنا أوكسلي تشامبرلين يسيطر عليها، تشامبرلين يحولها، ولكن تغطية حلوة يعني بلطف تعامله مع في الحياة يقوم فيها يعني المدرب، هذا شيء ممتاز. لعبها أرضية كوتينيو، لا والله عالية